ألف سردة وسردة معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. لواصق وتركيب عبارات. اي والله يا ابو شريك واكلناها مخالفة لا على البال ولا على الخاطر. هاد يا سيدي لما اخذت السيارة من صاحبها مشان اشتغل عليها شوفير تاكسي كان الاتفاق انه اعطيت 800 ليرة كل يوم وصلى الله بارك. كل شيء بخص السيارة من اعطال ومخالفات علي. حاكم انا الحاكم انا الشوفير انا اللي قاعد ورد الكسيون. طبعا لا ريب ولا شك بانه انا اللي بيدفع التصليح والتمليح. والتمليح هو تزيين السيارة. لكن ونظرا لضيق ذات اليد ما زينت السيارة بس كتبت على البلور الخلفي محبوب الديبو. وللأمانة ما حكى شي صاحب السيارة مشان هالعبارة. ذلك انه صاحب السيارة ما بيدخل بشي عطيه ال 800 وخلصنا. كل علاقته معي هي 800. انضربت السيارة وعطلنا 5 أيام بدنا ندفع ال 800 يومية. ما بيعرف عينه إذا بدهورنا وفتنا على المستشفى بيجي بيزورك بس مو مشان يطمن عليك إنما مشان ال 800. حياته كلها 800. ولد وبتمه 800. أحلامه كلها كانت 800 ليرة باليوم وبفضل السيارة وبفضلي حقق أحلامه. ما بيعرف لا جمعة ولا أعياد ولا بيعرف أطلع ولا استراحة. ما عنده إصابات عمل ولا قريب ولا رشح ولا أنفلونزا. المهم 800 تصير بجيبته آخر الليل. حياته ما قال لي انه اخذ اولادي مشوار بالسياره يوم واحد بس للامانه ما بيمنعني. لكن مع دفع ال 800 مالكم بالسيره تبع ال 800 اليوميه والكم بالمخالفه اللي اكلتها. هذا يا سيدي وقفني عمه الشرطي بدون سبب وقال لي مشان ناوله وراء السياره. قلت له شوفي يا معلم والله مالي مخالف نظامي 800% يا رجل. فنظر الي بدهاء وقال وقد علت شفتيه فنظر إلي بدهاء وقال فنظر إلي بدهاء وقال وقد علت شفتيه ابتسامة صفراء. لواصق يا حبيب. شو هاللواصق؟ طلعوا شوية ملصقات صغيرة كانوا ملصوقين على السيارة من قدام من زمان مو على أيامي. ووقتها خطر ببالي شيلهم لكن خفت ما ينقحت البلور. ذلك أنها ملصقة من زمان وصارت معشقة مع الزجاج تعشيق. حاولنا ننفذ من المخالفة بدون ما نربح وسألنا عمو الشرطي إنه قديش مخالفته فأجاب بأنها 500. الحمد لله مو 800. قلنا له خود 500 إلك صحتين بس بدون ما تكتبها. فقال معتذرا بأنه هو وقفني مشان يخالفني دفتره محتاج لمخالفة. ودفعنا وعدنا لصاحب السيارة على أمل أنه يدفع ثمن ما اقترفته يداه. فقال أنه السيارة سيارتي وأني أنا الخيال. لك شلون سيارتي إذا ما سمحت لي بحياتك أطلع فيها مشوار ببلاش؟ من وين لوين صارت سيارتي بقى؟ قام قال لي أنه المخالفة ما كانت على اللواصق اللي لصقها وإنما على عبارة محبوب الديبو اللي أنا كتبته. قلت له يا حبيب هديك اسمه تركيب عبارات مخالفة. وإذا بدك سأل عمو الشرطي ويبدو أنه اقتنع يدفع معي شوي. ذلك أنه مد لي 200 ليرة فأخذتها على مضض. وإذ به يقول لي هات الألف شباك هدول كمالة 800. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.